بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. ما سالتش نفسك هو ليه احنا بنحب النادي الاهلي بالشكل ده؟ ليه متعلقين بالنادي الاهلي بهذا الشكل؟ انا اقول لك. الاهلي بالنسبه لجمهوره رمز وحته من القلب. من 115 سنه لما ظهر النادي الاهلي للنور، اكيد ما كانش حد من رجاله المخلصين وقتها من 1907 كان يعلم ان بعد نهايه هذا القرن هيكون النادي الاهلي هو نادي القرن في افريقيا. لكنهم كانوا واثقين من بدايه المشوار انهم قدام مشروع نادي عظيم هيرسي القيم والمبادئ من اول يوم. عدت السنين وتوالت الاجيال، وفضل النادي الاهلي يتبني طوبة فوق طوبة، مش جدران وملاعب وصالات بس، لا، ده اتبنى بالأخلاق وبالأصول وبالاحترام وحب الانتصار وإعلاء قيم الرياضة. ومع كل جيل جوه الأهلي كان بيتولد أحلام كتير، لحد ما وصل النادي العظيم لأعلى المراتب القارية والدولية. الأهلي بالفعل هو نادي كبير وعظيم، ولقب نادي القرن كان تتويج لتعب كبير جدا. كل العالم يعرف ان النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي، عشان كده بيدافع النادي الاهلي دايما عن حقوقه ضد اي تطاول او اي تجاوز. وهيفضل النادي الاهلي رمز في كرة القدم او رمز لكرة القدم في القارة السمراء. وهيفضل دايما نسر الاهلي واقف بفخر على منصات التتويج، عشان يفضل كل أهلاوي فخور بناديه.